أهلا بحضراتكم مرة تانية، ما زلنا معكم من خلال الأهلي الليلة. وضيفنا في هذه الفقرة ومن أجل إجراء هذا الحوار هو واحد من نجوم الكرة المصرية ونادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، وواحد من أصحاب الإنجاز الكبير بالفوز بنهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 98 تحت قيادة الجهاز الفني اللي كان بيقوده في هذا الوقت الراحل الكابتن محمود الجهري رحمه الله. واحد من أفضل اللاعبين اللي طبعا شفناهم على مدار تاريخنا الحديث في كرة القدم المصرية والأفريقية، وصاحب تجربة متميزة أيضا في عالم الاحتراف، كانت له تجربة أكثر من رائعة في الدوري الألماني لكرة القدم. معنا النهاردة في الأهلي الليلة الكابتن ياسر رضوان. مساء الخير يا كابتن ياسر، واهلا بيك وسعداء بوجودك معنا. يا ربنا يخليك، اهلا بيك يا استاذ محمد، وانا سعيد جدا مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك، بتسعدنا دايما بوجودك معنا على شاشه قناه الاهلي. كابتن ياسر، شايف ازاي مباراه الاهلي والترجي حتى وقتنا هذا؟ المباراه الاولى بظروفها بما اثير بعدها لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي. انا كنت شايف الموضوع عادي طبيعي جدا اثناء المباراه وبعد المباراه في نفس اليوم. التفوق بثلاثة مقابل هدف، ماتش طبيعي جدا. الناس اتكلمت على ضربات الجزاء، اخطاء ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، وده حلاوة الكورة ان يبقى فيه اخطاء. الماتش عادي. تاني يوم بدأ الإثارة تحصل، والإثارة للأسف الواحد بيبقى حزين ان هي طالعة من عندنا. يعني انت اللي بتعمل الإثارة وانت اللي بتوصل للناس ان هم ممكن يعملوا ضدك إجراءات زي ما حصل. كنت أتمنى ان احنا كلنا مصريين، فرقة بتمثل مصر في بطولة كبيرة زي بطولة أفريقيا، لازم كل الناس تبقى وراها، إعلام، جمهور، شعب، كل حكومة، اتحاد كورة، كل من هو داخل مصر كان لازم يبقى ورا النادي الأهلي في الفترة بالظبط في الفترة اللي هو كان فيها. لكن طبعا الأحداث اللي حصلت الأخيرة دي طبعا شيء مؤسف، وأنا مش يعني حتى القرارات مش مقنعة. ما فيش بنود في العقوبات ان هي تقول ان العقوبات دي سليمه، لا ده هي يعني زي ما تقول ايه ارضاء. شايف ان في تجني على الاهلي او محاوله كبير. امتصاص للغضب اللي كان هو زي ما حضرتك قلت يعني وصفته امتصاص الغضب وتهدئه الاجواء قبل المباراه. قبل المباراه اعتقد ان هي في تحامل كبير على النادي الاهلي في العقوبات. استدراك كمان المدير الفني استدعاء كارترون بالظبط للتحقيق لشهادته او اقواله قبل الماتش بثلاث اربع ايام، مش برضو حاجه مش حلوه. في احداث حصلت قبل كده ولسه لحد الان ما خدوش قرارات فيها الاتحاد الافريقي. طب ليه؟ اشمعنى الوقت ده واشمعنى التوقيت ده مع النادي الاهلي؟ فالمواضيع مش مفهومه شويه. طيب احنا بنتمنى طبعا كلنا، لكن هل تتوقع كمان يبقى في موقف ايجابي كرد فعل لمخاطبات النادي الاهلي الموجهه الى الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي، واعلان ايضا الاتحاد المصري بخطاب رسمي للاتحاد الافريقي دعمه الكامل لمطالب النادي الاهلي ولا محتوى خطاب النادي الاهلي؟ هل ممكن يبقى في استجابه وفقا لتوقعاتك من الاتحاد الافريقي ولا صعب؟ لا انا صعب اعتقد ان الموضوع صعب، يعني صعب ان هم ياخدوا قرارات ثانيه، وهم حاسين كده ان هم هدوا الاجواء انهم كده احتووا لتونس. بالنسبه لتونس وشعب تونس طبعا وجمهور تونس. لكن طبعا انا بالنسبه لي عادي النادي الاهلي يعني قادر ان هو يعدي المرحله دي او المباراه ديت. عدى علينا مراحل كانت ممكن اصعب من كده. هل ممكن تفتكر دلوقتي معانا كابتن ياسر موقف مريت بيه مع النادي الاهلي والنجوم من زملائك ومن جيلك من اللاعبين في صفوف الاهلي، موقف صعب مشابه قبل مباراه مهمه وكان فيها توتر قبلها او كان في بعض الاشكاليات قبلها وقدمتوا مباراه افضل مما يكون؟ هو بصراحه انا بالنسبه لي انا ما حصلش المواقف دي، لكن مرت علينا مواقف كتير، واحنا حتى مشاهدين مش او جمهور النادي الاهلي شفنا كل ما الموضوع بيبقى فيه صعوبه تاكد ان يبقى فيه خير بعديها. عندنا لعيبه على قد المستوى وعلى قد المسؤوليه، جهاز فن محترم، اداره بتدير بشكل وفكر علمي وحديث، اعتقد ان الموضوع مش هيبقى مشكله بالنسبه لنا. يعني احنا بنسمع كابتن ياسر رضوان ومتابعه حضراتكم للحوار، هنتابع معاكم مع نجمنا الكابتن ياسر هذا التقرير، تقرير عن النجمه الرابعه وعن بطولات الاهلي والمنافسات وتاريخ النادي الاهلي ايضا على المستوى الافريقي. كانت النجمة الرابعة طريق الأهلي للعالمية، فالفائز بدوري الأبطال سيمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية.
بدأ الأهلي دور المجموعات بالفوز في القاهرة على الرجاء البيضاوي بهدف نظيف، ثم الفوز على إنيمبا النيجيري في ملعبه بهدف، ثم فاز بالقاهرة على أياكس كيب تاون بهدفين نظيفين، ثم تعادل معه من دون أهداف في جنوب إفريقيا. بعد التقى مع الرجاء بالدار البيضاء وتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يختتم مباريات المجموعة بالفوز على إنيمبا بالقاهرة بهدفين لهدف، ليخرج إنيمبا حامل اللقب لعامين متتاليين من البطولة. في النصف النهائي كان اللقاء مع الزمالك، في المباراة الأولى فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وكرر الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين. ليصعد للمباراة النهائية ليقابل النجم الساحلي التونسي. كان اللقاء الأول في سوسة وانتهى بالتعادل السلبي. وفي القاهرة كان لقاء التتويج باستاد الكلية الحربية، وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة، وفاز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، وصعد لنهائيات كأس العالم للأندية، وبدأ طريق العالمية. خلال مشوار البطولة حقق الأهلي رقما قياسيا بالفوز بالبطولة من دون أي هزيمة، فاز الأهلي في 9 مباريات وتعادل في 5 مباريات، أحرز لاعبو 23 هدف وتلقت الشباك 5 أهداف. كان هداف البطولة نجمه محمد بركات برصيد 7 أهداف، يليه القناص عماد متعب ب6 أهداف. كابتن ياسر، حصيلة الخبرات الإنجازات اللي شفناها في التقرير ده وخبرات النادي الأهلي، اسم هذا الكيان واللاعبين الموجودين في النادي الأهلي على المستوى الأفريقي، هل بتساعدهم في تحدياتهم الجديدة؟ هل ده بيفرق مع كل فريق قبل المباراة؟ أكيد طبعا، المواقف السابقة بتأثر على اللي جاي، بيبقى فيه خبرات كويسة في اللعيبة في المواقف الصعبة اللي زي كده. مفيش شك إن النادي الأهلي مر بمواقف زي ما قلت لحضرتك قبل كده، مواقف أصعب من كده وقدر إن هو يتخطاها. أنا شايف إن الموضوع مش صعب يعني. تفتكر مباريات كان وضعك فيها صعب جدا قبل مباراة معينة لأسباب إعلامية أو جماهيرية أو خاصة حتى بالنقاط والنتائج، وفاجئتوا الجميع بمستوى أعلى من العادي فيها؟ هو طول عمر النادي الأهلي كده يعني. أنا ده وجهة نظري، وده اللي أنا شفته وعشته وتربيت عليه، إن إحنا في أصعب المواقف بنبقى دايما الحمد لله قد المسؤولية، وبنقدر نفرح الجمهور والشعب المصري في المواقف الصعبة يعني. شايف المباراة إزاي فنيا؟ مقارنة الأهلي بالترجي وإحنا متفوقين بفارق 2 في شوط المباراة الأول في برج العرب ومتبقي الشوط الثاني. والله المباراة طبعا مش سهلة بعد الأحداث، الشحن والشد والجذب في الفترة اليومين اللي فاتوا دول، لكن احنا فنيا لو بصيت على المباراة الأولانية، احنا بصرف النظر عن النتيجة احنا كنا متفوقين في الملعب كأداء، شغل تكتيكي على أعلى مستوى، اللعبة بتنفذ بشكل احترافي، قدرنا نهدد المرمى أكتر من مرة، يمكن هم حالات الوصول للمرمى بتاعنا كان قليل جدا، عندهم لعيب كويس كان الزوادي هو اللي احرز الهدف، ده من افضل لعيبه كانت موجوده، والديفندر اللي هو كمان اتوقف ده برده من لعيبه كويسه، لكن عندهم خط الظهر بتاعهم طبعا في مشاكل كبيره، اي كره على في النص الملعب الثاني بتبقى صعب على حارس المرمى. نص الملعب بنقدر الحمد لله نمتلكه بالعناصر الموجوده، حسام عاشور والسولية بيقدروا يقفلوا نص الملعب كويس جدا مع الاطراف ونزولهم جنبهم. انا شايف ان الماتش ان شاء الله هيمشي بشكل كويس، اكيد مستر كاردرون عامل حساباته كويس. الفكره ان احنا ننزل دلوقتي ازارو مش هيلعب، احمد فتحي مش هيلعب، مجموعه كبيره من اللعيبه والنجوم اللي بيعتمد عليها الفريق او اللي احنا متعودين نشوفهم في الفرقه الاساسيه مش هيبقوا موجودين. طب خلينا نتكلم بصراحه، ازارو عنصر مميز جدا في هجوم الفريق طول الفتره اللي فاتت على مستوى الدوري والبطوله الافريقيه، لكن الاهلي مليان بالنجوم وعنده كوادر تانية في خط الهجوم،
مدى التأثير لأزارو لغياب أزارو على الفريق أزارو على الفريق، وأيضا مدى إمكانية النجوم الموجودين يكونوا على نفس مستوى الأداء وأفضل. مفيش شك طبعا غياب أزارو ممكن يسبب مشكلة للجهاز الفني، لكن أعتقد إن احنا برضو النادي الأهلي عمره ما كان بيقف على لعيب، احنا بنلعب بشكل جماعي طول الفترات أو طول المباريات. ما فيش شك انه وجوده برضه كان هيساعد في بشكل كويس في فعالية الناحية الهجومية. لكن طبعا الناس اللي موجودة، انا شايف الناس اللي قاعدة برا او الناس البدل اللي كانت بتلعب برضه في الفترات السابقة زي مروان وصلاح محسن على قد المستوى، وشريف وعندك برضه نزل لعيبة الماتش اللي فات وظهرت مستوى كويس، محمد هاني يمكن احنا كنا قلقانين شوية لان طبعا خبرات فتحي وميدو جابر وميدو يعني كل لعيب الوسط في لعيبه كويسه موجوده. يعني كان في سنه قلق من الجمهور، انا ببقى اتفرج مع الناس واصدقائنا وكده، فبيبقى في سنه قلق في خروجه احمد فتحي ونزوله محمد هاني، بما ان محمد هاني لسه صغير، لكن خبرات احمد فتحي ووجوده مع الفرقه بتدي له برده دفعه وقوه كبيره. لكن طبعا هاني ظهر بمستوى كويس، ميدو ظهر بمستوى، كل البدلاء كانوا بشكلهم كويس في الملعب. انا شايف البدلاء اعتقد كان الافضل كمان على الاطلاق وليد سليمان باجماع الاراء. لا هو يعني وليد ده حالة خاصة، يعني لما نيجي نتكلم عليه عايز الموضوع لوحده. طبعا في الفترة الأخيرة دي المستوى اتطور بشكل كبير جدا، مع ان احنا بنقول السن، لا السن فرق مع وليد في ان هو يبقى للأفضل مش للبطء او لان هو يبقى مش كويس في الملعب فنيا او بدنيا. لا وليد اتطور بشكل كبير جدا، بقى هو محور اداء النادي الاهلي الفتره الاخيره. ما شاء الله مستواه كابتن ياسر اعتقد انه افضل من اي فتره سابقه في حياته كلاعب. ما ده اللي انا اقصده، يعني احنا بنقول السن، لا السن اضاف لوليد سليمان ان هو طور اداؤه بشكل غير عادي. وجوده في تدريبات الفريق، واحنا بنسمعك يا كابتن ياسر، احنا دلوقتي اللقطات دي بث مباشر من تونس، وصول الفريق الاول بالنادي الاهلي لملعب التدريب، هيبدا تدريباته مساء اليوم. طبعا كمان وليد الاكتشاف الجديد في المنطقة اللي هو بيلعب فيها تحت الفيرود عمل لها شكل جميل، بقيت تتمتع، بقيت تستنى الكرة انها توصل لرجل وليد سليمان عشان تشوفه هو هيعمل ايه، لانه بصراحة بيبدع في المكان ده، بيحرز اهداف، بيوصل زمايله الناحية الدفاعية، بيدافع بشكل كويس جدا. يمكن الفترة اللي قبل كده في وجود عبد الله لعيب كبير طبعا، لكن ما كانش بيقوم بنفس الدور اللي بيقوم بيه وليد سليمان في الفترة ديت، لان وليد بيعرف يدافع كويس. غير الحتة التهديفية بصراحة، يعني الفترة الأخيرة كانت بشكل كبير مميز جدا في التهديف، وبيلعب بالزبط. الدورين في الملعب بيقوم بدور البلايميكر بشكل رائع، وانه هاف رايت مميز جدا كمان. طبعا طبعا فهو الفترة اللي فاتت طبعا هو محور اداء النادي الاهلي. المباراة يمكن الموضوع مش صعب، احنا متفوقين 2-0. هنرجع للمباراة، بس انا لازم استفيد بخبراتك مع المنتخب. كابتن ياسر كنت واحد من افضل نجوم المنتخب في جيل كان متميز جدا مع الراحل الكبير كابتن محمود الجوهري، وحققت بطولة 98 كأس الأمم الأفريقية. قول لنا عن إشكالية أو مدى استعانة الكابتن الجوهري والجهاز الفني بأصحاب الخبرات، هل كانوا لكبر سنهم بحسابات لاعب كرة القدم خارج الحسابات، ولا كان بيعتمد عليهم؟ لأننا شفنا الفترة اللي فاتت جدل كبير، وليد سليمان فرض نفسه هو ليه مش في المنتخب بعد المباراة اللي فاتت، بدأت يبقى فيه اجتهادات في الشارع الرياضي وتسريبات على بعض المواقع كانت وليد بالفعل المنتخب اتصل بيه واختاره انه هيكون معاهم، وبعدين الأخبار اليقينية انه مش في حسابات المنتخب ومش في القائمة. رأيك ايه في الموضوع ده كله؟ لا احنا لما كنا موجودين ولما كنت صغير وبنضم منتخب مصر، اولها كانت مع الكابتن طبعا محسن صالح، ده سنة 95، يعني انا انضميت في وسط عمالقة يعني، وناس كلها كانت ما شاء الله، في ناس لعبت كاس عالم، والواحد ما كانش مصدق ان هو موجود في وسط العمالقة دول، ناس كبيرة، اسماعيل يوسف، رضا عبد العال، كابتن شاميه، كان كابتن شوبير، ده في البدايات قبل في البدايات. طبعا الحاله الخاصه بالكابتن الجوهري قبل بطوله 98. انا شايف ان وجود اللعيبه الكبيره مهم جدا بالنسبه للمنتخب، يكسب اللي حواليه الخبرات ويديله طمانينه في الملعب، وهو اللي بيشجعك، وهو اللي يخليك. يمكن دايما الكابتن احمد كاس كان دايما محتضننا في الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها في الاول، المجموعه الاصغر يعني هو كان حاجه و30 واحنا كنا لسه يعني صغيرين، بدايه العشرينات في 20 سنه كده يعني.
كان هو اللي بيشجعك وهو اللي في الملعب هو اللي بيديك الحماس وهو اللي بيديك الثقه، كابتن حسام، كابتن ابراهيم. في بطوله 98 كان معانا كابتن هاني رمزي، كابتن حسام، دول كانوا اكبر اثنين في الفرقه. لكن كانوا 32 سنه كابتن حسام حسن، وكابتن هاني كان 31 سنه بالظبط. ومعظم بقيه الفرقه بقى 26 27 لحد ما توصل للعشرينات يعني. فوجود الخبره مهم جدا، خاصة لما يكون بكفاءة زي وليد سليمان. ما ينفعش يعني أهلي، زمالك، مصر، إسماعيلي، كل أندية مصر وكل جمهورهم يقول لك وليد سليمان رقم واحد في مصر دلوقتي، وتفاجأ إن هو مش موجود في المنتخب. طب نسأل عن السبب، ما فيش سبب مقنع. لا، ده كان كابتن هاني، أنا بصحح كمان، 98 كان كابتن هاني رمزي كان 29 سنة. 29 سنة. هو مواليد 69. البطولة دي انا بس اختلط عليا الامر مع لاعب اخر، كان كابتن حسام هو مواليد 66 وكابتن هاني 69، فكانوا 32 و29 سنه. يعني كان في تكامل حسب كلامك يا كابتن ياسر بين اللاعبين اصحاب الخبرات في المنتخب وجيل الشباب، عمليه الاحلال. احنا برضه يا استاذ محمد مش يعني الخبرات، ما هو خبرات واداء يعني، هم قادرين كمان هو فيت بالظبط يعني بالظبط. يعني اللي انا مش يعني ما فيش رد مقنع طلع من الجهاز الفني في استبعاد وليد سليمان. ايه السبب؟ ايه السبب اللي هو ما بقاش موجود في منتخب مصر بعد الطفره اللي عاملها في النادي الاهلي وفي بطوله افريقيا؟ كابتن حسام كان اتقال له اعتزل بقى، كفايه عليك، وناس هجمته في الصحافه الرياضيه. مزبوط. واصيب وغاب فتره عن الملاعب ورجع كسر الدنيا سنه 98. مظبوط. وكتب له احد كبار النقاد انا اسف ان رايي كان انك خلاص. انا خد هداف البطوله كمان في البطوله دي، وكان من العناصر المهمه والرئيسيه في ان احنا ناخد البطوله. الناس قالت انها اخطات في تصورها انه لازم يعتزل. احنا كنا بنلعب بطوله في تايلاند وخسرنا بضربات الجزاء من الدنمارك في النهائي، وكابتن حسام هو اللي كان ضيع ضربة الجزاء. فرجعنا في مصر، كان قبل البطولة بحوالي أسبوعين تقريبا يعني، فرجعنا لقينا هجوم عاصف على الكابتن حسام طبعا بشكل غريب، لكن طبعا التوفيق بتاع ربنا واجتهاده وحماسه وخبرته في الملعب وصلته ان هو ياخد هداف البطوله يعني. وليد سليمان عنده نفس الاجتهاد ولا لا، والتحدي اللي دخل فيه مع نفسه انه في فتره بيقدم فيها افضل مما كان وهو لاعب عنده 25 سنه؟ بص، حسام طبعا، كابتن حسام وكابتن ابراهيم انا ما شفتش حد في حماسهم، لكن اللي انا بشوف فيه وليد دلوقتي ده يعني حماس مفرط كمان يعني. يعني يقدر يعمل حاجات كتير جدا يعني، اديله فرصه، ما تمسكوش، ما توقفوش. احنا بنتكلم على منتخب مصر يعني، احنا بنتكلم دلوقتي على منتخب مصر. لا، هو مفيد جدا لمنتخب مصر، هو لازم يبقى موجود في منتخب مصر. ليه ما يبقاش موجود؟ ايه السبب؟ شايف انه ده فنيا مش فير، مش عادل انه خالص. لا فنيا ولا بدنيا، عشان بس موضوع السن. لا، هو بيأدي بدنيا كويس جدا في الملعب، 90 دقيقه ما بيقفش، بيدافع زي ما بيهاجم، ومع ذلك مش موجود. طب ايه السبب؟ يعني اتمنى ان احنا نعرف ايه السبب بالظبط. احنا في النهايه بنتكلم للصالح العام، الرؤيه اولا واخيرا والقرارات الفنيه للجهاز الفني، لكن احنا بنتكلم للصالح العام. احنا عايزين منتخب مصر يبقى فيه افضل عناصر، ويبقى لاعب بره على الخط جاهز، والبديل يبقى على مستوى اللي في الملعب. شفنا مباريات كان بينزل فيها بديل يعني بنلاقي فيه مشكله، اكيد ان الدكه بره البدلاء عليها مش على نفس المستوى اللي في الملعب. اكيد طبعا، الجهاز بيبقى في حاله حيره في بعض المباريات. اكيد لازم طبعا الناس اللي بتبقى يعني ساعتها بتبقى مقعد لعيب جنبك عشان ينزل يغير لك مجريات المباراه. يمكن الفتره اللي قبل مستر كاردونون ما يجي كان وليد في بعض الماتشات بيقعد، بس لما كان بينزل كان بيغير، بيعمل فرق كبير جدا، بيغير المباراه، بيغيرها فعلا. ده 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 حاجات ثابته وحاجات موجوده ومباريات موجوده يعني، عشان بس احنا مين الناس ما تقولش احنا مايلين عشان وليد سليمان اهلي واحنا اهلي. لا، ده بينزل غير مباراه بهداف كمان. مش طب دلوقتي انا الراجل بيلعب 90 دقيقه وبيبدا بينهي زي ما بيبدا، ايه عدم وجوده في المنتخب؟ ليه؟ ايه المطلوب منه تاني عشان يبقى بالظبط يعني؟ طيب كابتن ياسر، هنتكلم عن الغيابات، عدد من العناصر، وليد ازارو، كلها مميزه طبعا زي ما قال زميلي محمد سعيد في بدايه الحلقه النهارده، نجم كبير بخبرات كابتن احمد فتحي، وايضا اجاي واحد من افضل نجوم الفريق على الاطلاق، ولسه ما رجعش من برنامجه العلاجي والتاهيلي. هل المجموعه الموجوده حاليا قادره على انها تؤدي بنفس المستوى، ومدى تاثير الغيابات دي كلها في الفريق؟ هو طبعا المجموعه اللي موجوده حاليا انا واثق فيهم ثقه عمياء ان هم يقدروا يقوموا بنفس المستوى، ممكن يبقوا افضل كمان، لان طبعا المباراه وبطوله ونهائي
ده تاريخ بيكتب لك، وتلعب نهائي كاس عالم للانديه ده حاجه تانية خالص، موضوع عالمي مش محلي بقى ولا افريقي، لا ده حاجه تانية خالص. فاعتقد الدافع والحماس واللعيبه اللي موجوده في الملعب برضو تقدر تشجع الناس اللي حواليها، الناس اللي هي هتخش المباراه اللي هي ممكن تبقى اول مره تشارك في حاجه زي كده، في حدث زي كده، اعتقد ان هم قادرين ان شاء الله ان يبقوا يسدوا الفراغات اللي هتبقى موجوده مكان احمد فتحي واجاييه وازارو. ما فيش شك ان هم طبعا غياباتهم مؤثره، لكن النادي الاهلي بمحضر زي ما بيقولوا. يعني دايما النادي الاهلي بيبقى له بلاي ميكر، دايما له صانع العاب. بعد عدم تجديد مع عبد الله السعيد بعد القصه اللي اثيرت والازمه او مغالاه اللاعب في المطالب او عدم الاتفاق مع النادي بشكل او اخر، مش عايز اخوض في تفاصيل، وبعد اصابه اجاي اللي كان بيقدر يقوم بنفس الدور، الناس بتتساءل صالح جمعه بعيد في الفتره دي عن الفريق، وايضا اللاعب ناصر ماهر تم الاستعانه بيه وما استمرش الدفع بيه الفتره اللي فاتت. هل النادي الاهلي محتاج انه يدي تكليفات لواحد من نجومه اللي قادرين على اداء دور صانع الالعاب في مباريات مهمه زي مباراه الترجي، ولا شايف ان الفريق مش محتاج واحد مختص بالمهمه دي؟ لا، انا شايف ان وليد سليمان قايم بالدور بشكل كويس جدا وشكل رائع. يمكن هو طبعا حمودي كان بيلعب على يمينه الماتش اللي فات، وهو كان بيلعب في الحته دي، كان ماليها اداء وتحركات، واللي هو يعني ايه بالبلدي كده بيسلك الكره لزمايله، كمان بيقدر يبقى يحل مواقف للاعيبه داخل الملعب، خلاف زي ما قلنا ان هو كمان يعني على الجون بيشتغل كويس. فاعتقد ان الفتره الحاليه مش محتاجين حد في المكان ده. اعتقد شايف ان وليد يثبت في الفتره دي في النص قدام، اكيد طبعا، لان هو الفتره دي زي ما احنا اتفقنا ان هو من افضل فترات وليد سليمان كانت في المكان ده، فاعتقد ان هو يستمر. وعندنا زي ما انت حضرتك قلت ناصر موجود، وفي بعض اللعيبه كمان موجوده ممكن تأدي الدور، لكن مش بالشكل اللي وليد بيأدي بصراحه. طيب كابتن ياسر، خبراتك بالتعامل مع الفرق التونسيه في بطولات سابقه عربيه او افريقيه، ايه افضل شكل للتعامل مع المباراه دي بظروفها المتوقعه في الربع ساعه الاولى من المباراه؟ هو طبعا ما فيش شك ان هم هيبقى في ضغط من الترجي في اول المباراه، لكن من خبراتنا في شمال افريقيا سواء تونس او المغرب او الجزائر لازم تكون هادي. الهدوء مش اللي هو ان انا ابقى ايه سلبي داخل الملعب او هادي في رتم الجري، لا، الحماس موجود والرجوله موجوده، والفكر الخططي او التكتيك اللي بيحطه المدير الفني موجود وانا ملتزم بيه، لكن في نفس الوقت ما فيش حاجه تسرني في الملعب، تسير اعصابي، لان مجرد انت تتنرفز داخل الملعب اكيد هتغلط. فاحنا مش محتاجين الحته دي، محتاجين ان احنا نبقى هاديين جدا. عندنا هدف مركزين فيه اللي هو المكسب، او ان احنا ما يدخلش فينا جون، ودي اهم حاجه. عندك العناصر اللي ممكن تنفذ لك طريقه اداء في الماتش ده تقدر تخلصه وانت مرتاح. يعني لو بتقترح يا كابتن ياسر تصورك السيناريو اللي حابب الاهلي يبدا بيه المباراه دي من وجهه نظرك الفنيه على مستوى بقى عناصر نبدا بيها، تشكيل او طريقه لعب، قل ما شئت. يعني هو طبعا انسب طريقه 4-2-3-1 اللي احنا اللي شغالين بيها واللي اشتغلنا بها المباراه اللي فاتت. الاربعه بتوع خط الظهر ما فيش تغيير فيهم، باستثناء طبعا هنا هيبقى موجود من اول مباراه. نص الملعب عندنا حسام وسلية، قدامهم طبعا العبقري وليد. على اليمين انا شايف ان ده ماتش صلاح محسن، لان محتاج سرعات في الحته اللي قدام. احنا بنتكلم لسه عن الثلاثه اللي تحت راس الحربه، وليد سليمان هيكون هو في المنتصف. ومين على اليمين ومين على الشمال؟ صلاح على اليمين، صلاح محسن يلعب ناحيه اليمين، ويبقى مروان موجود راس حربه، فاضل اللعيب اللي هيلعب على الشمال. وليد سليمان اللعيب اللي هيلعب شمال، عندنا ميدو جابر، عندنا حمودي، عندنا عدد من العناصر، عندنا لعيبه كويسه جدا. بس انا شايف ان الماتش ده محتاج في الحته اللي قدام سرعات، لان انت هتبقى مضغوط بحكم انك بتلعب في ملعبه، هو عنده الحماس والدافع ان هو عايز يعوض، فهتلاقيه ضغط باستمرار، فهتلاقي في مساحات. عندنا غياب علي معلول كمان، ما اتكلمناش عن غياب علي معلول، عنصر مؤثر جدا، مؤثر خاصه في الجوانب الهجوميه، في بناء الهجمه كمان، في بناء الهجمه. لكن انا شايف ان ايمن اشرف قدر يملى المكان، وايمن عامل ماتشات بصراحه يعني، وهو جوكر عندك، بيقدر يلعب مساك وبيقدر يلعب باك ليفت، ممكن يلعب نص ملعب، فايمن عنده حلول كتير. وانا شايف ان هو يعني شايف ايمن في المباراه دي مساك ولا باك ليفت؟
لا باك ليفت محتاجين ايمن لا انا شايف ان المساكين طبعا كلوبالي وسعدي ماشيين كويس وكان في تفاهم بشكل كبير المباراه الاخيره وعملوا ماتش كويس فايمن يبقى موجود لكن طبعا غياب معلول طبعا اكيد زي ما حضرتك قلت فارق في الناحيه الهجوميه يعني هنا مروان محسن هو راس الحربه وتحته على اليمين صلاح محسن وليد سليمان والثالث هو دي النقطه لو وقفنا انا عايز شريف بصراحه عايز شريف يعني انا شايف ان السرعات هتفرق عايز شباب في المباراه دي وانطلاقات وسرعات عايز اللعيبه الاكل لان عندك الخبرات كمان موجوده يعني عندك مروان خبره وليد حسام السلية ما بقاش صغير دلوقتي ما شاء الله وسام عاشور خبره كبيره بالظبط عندك كوليبالي برضو في الحته اللي ورا سعد سمير لاعب عنده خبره سعد سمير فيبقى انت كده عملت توليفه كويسه فيها كمان سرعات في الحته الهجوميه بحيث انت لما تجي لك حاجه قدام تلاقي ناس تلاقي اكثر من عدد كمان يا كابتن ياسر متهيألي ممكن لاعب عمره مش كبير من اكتسابه الخبرات سريعه بسرعه محليه او دوليه زي ايمن اشرف بقى بيتحسب من نقاط القوه في الفريق مشاركاته مع المنتخب واعتماد الاهلي عليه في اكتر من مركز وثباته بقى من عناصر الخبره دلوقتي في حتى لو سنه مش كبير في لعيبه ذكيه يا استاذ محمد يعني بيقدر ياخد الخبرات بس مش عملي ممكن ياخدها نظري يعني ممكن انا لما اجي اتكلم معاك في موقف حصل معايا او موقف حصل مع حضرتك بتقول لي عليه لما يتكرر معايا تعرف تصرفت ازاي فاقدر اتصرف فيه فزي ما حضرتك قلت السن مش عامل اساسي في انك تكتسب خبرات لا هو المخ والتفكير هو المهم في الموضوع كله انت بتكتسب الكلام ده بسرعه ولا بتاخد فتره عما بتبدا تتعود عليه او تتاقلم عليه فده اللي بيفرق من لعيب للعيب يعني الاهلي هيبدا المباراه دي بشكل عادي خالص متوازن ولا هيبدا عنده واخد يعني اجراءات احترازيه كده واقف يدافع شويه لغايه ما يشوفه يمتص هجوم الترجي خلينا نشوف تصورك لشكل بدايه المباراه من الفريقين معانا من تونس زميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي مساء الخير يا كريم واهلا بيك حبيك زميلي محمد الجندي في البدايه وبكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان قول لنا اخر التفاصيل من خلال وجودك مع الفريق في تونس ويعني اطلاعك على كل المستجدات الخاصه باستعدادات الفريق. يمكن طبعا استعدادات على قدم وساق بالنسبه للنادي الاهلي كالعاده زميلي محمد بنضع كل مشاهدينا في الصوره اجواء وكواليس واخبار فريق بعثه النادي الاهلي هنا في تونس استعدادا للمباراه الهامه والمرتقبه نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والترجي التونسي يوم الجمعه 9 نوفمبر ان شاء الله الساعه 8 مساء بتوقيت تونس 9 مساء بتوقيت القاهره يمكن في البدايه الرحله انطلقت من القاهره فيها الساعه 8 صباحا او صباح اليوم الرحله يمكن كانت 3 ساعات و15 دقيقه او 3 ساعات و20 دقيقه يمكن طبعا الرحله ما استغرقتش وقت طويل جدا لكن الامور كانت ماشيه بشكل مطمئن بالنسبه لبعثه النادي الاهلي حاله تركيز كبيره جدا بيفرضها الكابتن محمد يوسف كابتن محمود الخطيب ايضا كمان رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه مجلس الاداره بالكامل بيدعم فريق النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه والصعبه جدا وكلنا ثقه كبيره في الجهاز الفني في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الكاس الافريقيه التاسعه تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي لكن لو بكلمك كمان زميلي محمد يمكن رغم وصولنا في المطار مطار قرطاج بتونس كان في طبعا كالعاده بعض التجمعات بالنسبه لجمهور الترجي التونسي بعض الاشارات طبعا يمكن لعيبه النادي الاهلي متعوده عليها يمكن طبعا في بعض الاستياء شويه من جمهور الترجي التونسي زي ما انت عارف بعض الاخبار والاعلام كانت مصدره الصوره بشكل خاطئ شويه بالنسبه لجمهور الترجي وايضا جمهور النادي الاهلي لكن يمكن كان في استقبال مميز السفير كان موجود طبعا سفير مصر هنا في تونس السفير نبيل الحبشي كان يمكن بيعد على قدم وساق بالنسبه لكل الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي تنسيق كان على اعلى مستوى مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ورئيس البعثه على كل الترتيبات الخاصه بفريق النادي الاهلي فندق الإقامة التنقلات تأمين فريق النادي الأهلي في البداية لو بنتكلم على التأمين زميلي محمد طبعا التأمين حتى هذه اللحظة على أعلى مستوى يمكن منذ وصولنا للمطار أول ما خرجنا طبعا من مطار قرطاج شفنا طبعا تأمين على أعلى مستوى بالنسبة لحافلة النادي الأهلي البعثة الإعلامية كمان المشاركة للنادي الأهلي لا يمكن طبعا حابين إن احنا نشيد في البداية بالأمن التونسي على طبعا حسن الاستقبال في البداية وأيضا كمان التأمين اللي بنتمنى حتى يوم المباراة لسه في غدا وبعد غد يمكن كمان يوم المباراة بإذن الله بنتمنى يكون التأمين أكثر من كده لأن يمكن في بعض الجمهور جمهور الترجي طبعا زي ما أنت عارف مشحون شوية بلغة الكورة بيحاول إن هو يبقى في بعض الاستفزازات البسيطة جدا لكن كلها أمور عادية معتادة بالنسبة لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله ما تأثرش علينا إن شاء الله كمان كريم حتى الآن الأمور ماشية كويس على مستوى تقييمكم تقييم البعثة بعثة النادي الأهلي في تونس لمستوى الأداء من الأجهزة الرسمية المسؤولة عن تسهيل وتأمين البعثة والفريق وتسهيل مهمتكم في كل شيء
بتفق معاك يا زميلي محمد، يمكن زي ما انت بتقول بالظبط، حتى هذه اللحظه الامور ماشيه بشكل مطمئن وجيد جدا، استقبال كان مميز، ايضا كمان الامن التونسي مرافق معانا في فندق الاقامه. يمكن كمان انا بكلمك في هذه اللحظات واحنا في الملعب الفرعي لرادس، ناس كتير كانت بتتكلم على التدريب الاول هيكون في الجامعه التونسيه اللي هو طبعا معتاد عليه النادي الاهلي لما بيكون متواجد في تونس او في مواجهه خاصه مع فريق الترجي التونسي بيكون في الجامعه التونسيه، لكن باكد لك يا زميلي محمد التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على الملعب الفرعي في استاد رادس. لكن الامر يمكن شويه اللي متمنى ما يبقاش له تاثير على فريق النادي الاهلي المسافه، يمكن المسافه بعيده شويه زميلي محمد، ساعه او ساعه و15 دقيقه كمان ان احنا نصل هنا الى استاد رادس او الاستاد الفرعي لرادس، عوده كمان هتكون ساعه وربع، يمكن لود شويه على فريق النادي الاهلي، لكن خلاص هي المباراه. النادي الاهلي بيكون متواجد في اي ظروف خاصه بالمباراه، سواء الملعب بعيد الملعب قريب، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله ما يبقاش فيها اعاقه على فريق النادي الاهلي. لكن زي ما بقول لك حاله تركيز شديده، مستر باتريس، كابتن محمد يوسف، كابتن حسام عاشور، كل اللعيبه بصراحه يمكن جلسات فرديه وجلسات مجمعه مع لعيبه النادي الاهلي، الحلم بيقترب خلاص، هي 90 دقيقه الاولى، الحمد لله يمكن ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب 3-1 ان شاء الله باذن الله. هذه النتيجه بمجموع المباراتين باذن الله تكون البطوله الافريقيه التاسعه في دولاب بطولات النادي الاهلي. في هذه اللحظات كمان يا زميلي محمد الكابتن محمود الخطيب اعضاء مجلس الاداره متواجدين كالعاده لدعم فريق النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بتجري اول تدريب ليها على الملعب الفرعي في رادس غدا، كمان يمكن حتى هذه اللحظه لسه ما تنسقش، تدريب غدا هيكون في الجامعه التونسيه، او هيكون ايضا كمان هنا في بعض التعتيمات كده بشكل سري شويه على تدريب فريق النادي الاهلي نظرا لاهميه هذه المباراه، ونظرا كمان للاحداث الاخيره اللي انا بقول لك عليها، اللي يمكن الاعلام كان ليه دور كبير شويه، الاعلام التونسي وبعض التصريحات كده ما كناش حابين ان هي تكون واصله للعيبه او تكون واصله لجمهور النادي الاهلي او الجهاز الفني، لكن خلاص هو وضع متاقلم عليه، هدفنا داخل المستطيل الاخضر فقط لا غير، ان شاء الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. ايضا كمان زميلي محمد ناس كتير قالت ان مستر باتريس كارتيرون مش هيكون متواجد النهارده في البعثه المسافره الى تونس، قالوا ان هو يكون متواجد غدا نظرا طبعا كمان لي على خلفيه الاحداث الاخيره، زي ما احنا عارفين كان مستر باتريس مطلوب لجلسه استماع في الاتحاد الافريقي، زي ما احنا عارفين طبعا وليد ازارو كمان ايضا بالنسبه لي الايقاف مباراتين، لكن باكد لك مستر باتريس متواجد معانا في مطار القاهره، متواجد معانا في تونس، يمكن كمان زي ما انتم شايفين تدريبات النادي الاهلي مستر باتريس بيحاول ان هو يعني يحط كل اللاعبين في الصوره، بيخلي اللاعبين بشكل يمكن مميز جدا ان هم يركزوا داخل المستطيل الاخضر، في فصل تام وكبير جدا للاعيبه النادي الاهلي، سواء حراسه المرمى، سواء لعيبه النادي الاهلي، يعني سواء ده كلام مهم قوي يا كريم اللي بتقوله دلوقتي، ان شاء الله على الامور جيده واحد. الامور جيده وبتسودها حسب كلامك حاله من التفاؤل والتركيز والاجواء الايجابيه على مستوى المسؤولين وبقياده البعثه بقياده الكابتن محمود الخطيب والمسؤولين في مجلس الاداره المصاحبين للكابتن الخطيب والفريق في هذه الرحله الى تونس، وعلى مستوى الفريق والجهاز الفني خلاص بدات عمليه الفصل الكامل بين الاحداث واللي بيرد عليها الامور والمخاطبات الرسميه بين النادي الاهلي والاتحاد المصري ونظيره الافريقي والامور الفنيه الخاصه بالمباراه، في تركيز تام خلاص على البعد الفني. بالتاكيد زميلي محمد التركيز فقط في المستطيل الاخضر في المباراه فقط لغير، كل الامور دي بيجنبها الجهاز الفني فاصلها بشكل كبير جدا، كابتن محمود الخطيب رئيس البعثه يمكن بيوجه بنفسه زميلي محمد، ويمكن ده اللي احنا شفناه اكتر من مره، بيكون في توجيهات، بيكون في حرص كبير جدا على طول، يمكن حديث مع الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره، يمكن لاعبين كمان اللعيبه الكبار بيكون في احاديث بسيطه، لكن لو بنبص على وشوش اللعيبه بنبص على وشوش كابتن بيب ومجلس الاداره حاله تركيز كبيره جدا من اول رئيس البعثه حتى اخر عامل متواجد في غرف الملابس طبعا في النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله كل هذا التركيز وكل هذه الاعدادات باذن الله، ان شاء الله ثقتنا كبيره ان احنا نعود هنا من رادس بالبطوله التاسعه لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله زميلي محمد كالعاده هنكون مستمرين معاكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في تونس لحظه بلحظه فقط على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك زميلي محمد، ولو في استفسار انا معاك برضه. لا انا بشكرك جدا، واحنا طبعا هتمدونا بكل المستجدات ان شاء الله على مدار كل الأيام اللي جاية وصولا إلى ليلة المباراة الجمعة. كل التحية والتقدير لك زميلي العزيز كريم أحمد وللبعثة الإعلامية زملائك والجهد المبذول من أجل طبعا مد شاشة القناة والسادة المشاهدين بهذه المعلومات ومتابعة الفريق خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله وصولا إلى يوم المباراة. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. كابتن ياسر تعليقك على كل المعلومات اللي قالها لنا زميلنا كريم احمد. لا انا شايف طبعا الامور والاجواء ماشيه بشكل طبيعي باستثناء طبعا حته المسافه اللي هي من مكان الاقامه للملعب ان هي ساعه ساعه وربع
دي بالنسبه للاعيبه كبيره شويه مسافه كبيره شوية. لا مش شويه ده كبيره ان انا رايح تمرين ساعتين ونص قبل وبعد التمرين بالظبط يعني فالموضوع ده يمكن هو ده الحاجه الصعوبات الوحيده اللي بتقابل البعثه لكن عندك تحفظ عليها على المسافه بالظبط يعني لان اللاعب بيبقى رايح التمرين مش محتاج انك تركبه مثلا الباص لمده ساعه وربع يعني ده الموضوع صعب جدا حتى وانت راجع كمان بيبقى الموضوع تقيل جدا على لعيب الكوره لكن باستثناء الموضوع ده كل الاجواء ماشيه بشكل طبيعي شايفين احنا قدامنا الملعب كويس مفيش حاجه ان هي تدعي للخوف على الناس اللي موجوده هناك او البعثه. طيب هنرجع لنكمل كلامنا معاك يا كابتن ياسر قبل ما نستقبل المشاركه ومداخله زميلنا كنا بنتكلم عن بعض الامور الفنيه اللي بتتوقع المباراه تبدا بيها، متوقع الاهلي يبدا ازاي والترجي يبدا ازاي المباراه؟ زي ما قلت لحضرتك يمكن التشكيل اللي احنا اخترناه يمكن ده وجهه نظري لكن انا اعتقد ان اسلام محارب هيلعب كمان ناحيه اليمين مكان احنا ما اتكلمناش فعلا عن اسلام بالظبط يعني هو عنده كمان الدور الدفاعي لعيب من اللعيبه المؤثره بشكل كبير جدا الفتره الاخيره في مع النادي الاهلي يمكن هو بدا كان يشارك في بصفه احتياطي في الاول لكن بعد كده بقى بشكل اساسي وخد ثقه الجهاز الفني ومستر كاردرون الفتره الاخيره وبقى شكله في الملعب اكنه بقى له فتره طويله موجود مش لسه بقى له ماتشين او ثلاثه بيلعب اساسي اداؤه مؤثر معاه بالظبط يعني ده اللي انا ملاحظه الفتره الاخيره فاعتقد ان هو يبقى موجود في ناحيه الشمال مع ان هو على عدلته ناحيه اليمين لكن طبعا اكيد مستر كاردونا هيلعب بحموده ومش هيلعب حمودي بحمودي مش صلاح محسن طبعا هيبقى في هل هيبقى العبء اكبر على اللاعبين اللي حتى في الناحيه الهجوميه بس عندهم قدرات دفاعيه زي اسلام محارب هيبقى عليهم العبء الاكبر في المباراه دي اللي ممكن تكلفات الجهاز لهم تبقى كتيره شويه في اللقاء هو مفيش شك ان هيبقى في عبء كبير جدا على لعيبه نص الملعب والاطراف المهاجمين لكن هو تعود يعني انت متعود انا زي ما احنا بنتكلم دلوقتي اسلام محارب من النوع اللي بيعرف يدافع ويهاجم وليد سليمان بيعرف يدافع ويهاجم حسام عاشور والسليه عندهم توازن بيعرفوا يوازنوا الامور امتى يزيد وامتى ما يزيدش السليه امتى يروح وهم موزعين الادوار يعني شفنا بينهم السليه بيجيب الجون ازاي امتى راح ويمكن ده اول دايما الهاف ديفندر زي كابتن ياسر واحد منهم بيكمل في الهجوم وواحد هو اللي عامل يمكن حسام عاشور الثابت هو اللي دايما بيعمل العمق الدفاعي وتحركات الواعيه والثبات اللي في نص الملعب بيعرف يتمركز بشكل كويس غير كده كورته سهله لما بيعرف لما بيقطع بيعرف ازاي يسلمها للناس اللي يبداوا الهجوم الناحيه الهجوميه السليه ممكن عنده حته شويه يعني ايه ان هو ممكن يقدر يخش ال 18 لكن مش بشكل كبير يمكن هو عملها مره او مرتين الماتش اللي فات منها الكره اللي جت جول شايف الاربعه اللي ورا هيبقى لهم طبعا مع الشناوي عبء كبير احنا عارفين شمال افريقيا كله مميزين في الحاجات العاليه مع ان ده احنا ما شفناهوش في المباراه الاولانيه بشكل 100% كان يمكن ضربات الثابته ما كانتش مؤثره بتاعتهم اخطر فرص الترجي لو في فرص تذكر في هذه المباراه كانت تسديدات على المرمى بالظبط او تسديده في العارضه بالظبط لكن الحاجات العارضيه اللي احنا متعودين اساسا ان هم مميزين جدا فيها في الضربات الثابته الكورنر او الفاول ما كانتش موجوده والحمد لله احنا طبعا عندنا عملنا معاها كمان الدفاع بالظبط يعني عايزين نقول ان احنا الشناوي مديك طمانينه طوله برده تركيزه في الطلوع وان هو يمسك الكوره او يعملها بوكس دي حاجات برده بتفرق في المباريات زي سعد وكوليبالي مساكين التوقيت الكره العاليه ممتازين فيه حتى على الارض بيعملوها بشكل كويس طبعا هاني من اللعيبه الكويسه جدا الباكات الواعده في المستقبل ان شاء الله ومن الباكات اللي بتعرف تغطي من الناحيه العكسيه كويس وايمن بحكم ان هو بيلعب مساك وباك ليفت فهو بيقدر يعمل حته التغطيه دي بشكل كويس يعني طيب الترجي طريقة أداء فريق الترجي ونقاط القوة وأيضا القصور اللي ممكن استغلاله في صفوف الترجي حسب ما شفت في المباراة اللي فاتت أنا حسب ما يعني المباراة الأولانية دي يمكن مش بالنسبة لهم أنا أعتقد إن هم مش هيكرروها لأنها طب ما بانش حاجة خالص لفرقة الترجي سواء هم كان في شوية عشوائية في الناحية الهجومية ده خلاف ان خط ضربهم وحش لكن بحكم ان هم بيلعب في ملعبه وبيلعب النهائي وفي وسط جمهوره فهيبقى في اندفاع للناحيه الهجوميه بشكل كبير وده اكيد احنا يعني اكيد مستر كاردونا عامل حسابه في الموضوع ده لكن هم ما عندهمش اللعيب اللي تقلق منه قوي يعني اللي هو فردي عالي قوي كلاعب اللي هو فردي ممكن يعمل لك مشاكل لان طبعا
الحاجات العاليه زي ما احنا متفقين عندنا الحمد لله الحته الدفاعيه في النواحي العاليه دي هنبقى ممكن يكون افضل عناصر الفريق. يعني اللي كان بيقال الفتره اللي فاتت من اراء كتير جدا ان هو طه ياسين, بس ما كانش في افضل حالاته, ما كانش باين في الماتش الاولاني, ما ظهرش حقيقي. الزوادي هو كان افضل واحد في المباراه, ومع ان ما كانش فيه خطوره كبيره على الجول, لكن بحكم ان هو جاب الجون وبحكم ان هو لمس كم كوره كده في الناحيه الهجوميه, خد كم ضربه ثابته يعني. لكن زي ما قلت حضرتك ان ما فيش يعني هم ما لهمش ملامح تقدرش تحكم عليهم المباراه اللي هنا. لا الماتش هناك هيبقى مختلف تماما. يا متوقع انهم يبداوا من دفاع هجومي جديد ولا برضه هيبقوا عاملين حساباتهم لقدرات النادي الاهلي فهيبقوا متوازنين؟ لا ده مليون الميه هيهاجموا بشراسه كمان يعني. عشان كده انا كنت بفضل الناس اللي تبقى على الاطراف ناس عندها سرعات عاليه, لان مجرد ما هتقطع هتلاقي مساحات, عايز تعمل مرتده سريعه, هتلاقي مساحات كبيره في خط الدار, خاصه ان هم الباكين عندهم بيزيدوا على طول بيزيدوا, فهتلاقي المساحات, وعندنا الاثنين اللي في القلب ما بيقدروش يعملوا حته التقطيع كويس. مين افضل عناصر الاهلي اللي تقدر تعمل دور في الهجمه المرتده بشكل مطلوب في المباراه دي؟ عندنا عنصر طبعا بنفتقده قادر يعني بيؤدي الهجمه المرتده عشان سرعته بشكل رائع, هو ازارو مش موجود في المباراه دي. بنتكلم مين تاني اللي ممكن تعتقد ان هيعتمد عليه من الجهاز الفني في المباراه؟ انا شايف صلاح محسن يعني من مركز على صلاح, شايف ان هو ضروري في المباراه دي. هو الفتره الاخيره كمان مديك الحق ان هو ممكن يلعب يعني ممكن يبدا. الموضوع بالنسبه له هو ولد صغير لكن عنده زي ما احنا قلنا ايه خبرات تاهله ان هو يبدا مباراه, وعنده شخصيه وعنده ثبات انفعالي بيقدر يتصرف في الملعب, وعنده الحماس ان هو ان الفرصه اللي بتجيله بيستفيد بيها بالظبط كده يعني. طبعا عندك وليد ما فيش شك ان هتقدر تستغله في الحاجات دي كويس, ان احنا مجرد ما بنقطع عنا على وليد لان وليد هو اللي هيبدا يوزع للناس المهاجمين الحته اللي قدام. وطبعا اسلام محارب من اللعيبه كويسه لكن السرعات عنده مش عاليه زي شريف. لكن طبعا انا شايف وجهه نظري يعني ان حموده واسلام محارب هم اللي هيبداوا اطراف زي ما بدا مستر كاردون هنا في الماتش الاولاني. طيب كابتن ياسر, لما كنتوا بتواجهوا فريق وانتوا متفوقين هنا في القاهره في تونس او الجزائر او المغرب, كنتوا بتلعبوا بنفس الطريقه انتوا مجموعه نجوم وعندكم قدرات, ولا بيبقى في حسابات مختلفه خالص للمباراه اللي خارج ملعب؟ لا احنا مبدئيا بننسى المباراه الاولانيه, بنروح على اساس ان احنا رايحين نكسب مش رايحين نتعادل او يحصل اي نتيجه تانية. لا احنا بننسى اول حاجه ان اللعيبه بتنسى المباراه الاولى ما حصل فيها مشاكل مش مشاكل, ما هتعتبر انها مباراه واحده, ان هي مباراه واحده, ان هي النهائي هناك, واحنا الحمد لله بنقدر نتعادل نتعامل في الموضوع ده بالخبرات اللي موجوده عندنا وخبرات طبعا الجهاز الفني اللي موجود يقدر يدير مباراه زي ديت, يعرف يديرها ازاي. يمكن انا زي ما اقول لحضرتك ان هو لو استغل الاندفاع الهجومي بتاع الترجي الماتش هيبقى صعب على الترجي بشكل كبير جدا هناك, خاصه ان هو في وسط جمهوره هتقدر تعصبه بسرعه. الموضوع اللي كانوا بيستعملوه او بيستخدموه ضد فرق المصريه او النادي الاهلي هيبقى سلاحك انت ضدهم, ان هم اللي مضغوطين اكتر, هم هيبقوا مضغوطين اكتر فالعصبيه هتبقى اعلى. احنا عارفين ان هم لما بيتعصبوا فعلا الموضوع هيفك منهم خالص وهيبقى الماتش بالنسبه لنا سهل. طيب هل تفتكر بعض المواقف او المباريات اللي الجهاز الفني كلفكم فيها انكم تفاجئوا الفريق التاني بهدف, ولا ده بيبقى متروك لظروف المباراه, ولا بيقول ان انا في الثلث ساعه الاولى النادي اللي هيهاجمني على ملعبه متوقع ان انا ارجع واعمل زون ديفنس, انا هفاجئه بان انا هعمل هجمات كتير في ربع ساعه دي احاول احرز هدف والخبط له حساباته خالص؟ لا هو طبعا احنا مفيش تحديد معين او وقت معين انك تحرز فيه هدف, لكن انت كل اللي بتاخده من المدير الفني ان احنا نازلين نلعب على المكسب, لازم ابقى حريص ان انا ما يجيش فيها جون اهم حاجه, بعد كده افكر ازاي اجيب جون, ازاي ما اخليش الكوره تبقى في رجل الخصم فترات طويله, ازاي اضغط دي اللي كل النجوم بيتكلموا عنها. ازاي فكره الاستحواذ بيفرق, الاستحواذ بيفرق كتير جدا مع الفرقه. بس المهم جدا لما 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 يبقى في استحواذ يبقى في فعالية على المرمى, يبقى في ترجمة للاستحواذ ده, مش مجرد انا ماسك الاستحواذ وما يبقاش عند منطقة الشناوي بالظبط, وما يبقاش في نص ملعبي, لا يبقى في نص ملعب الفرقة الثانية او الخصم. اعتقد ان احنا يعني قادرين ان احنا نخلي احنا اللي نسير المباراة في النهائي مش الترجي, لان زي ما قلنا ان هم هيبقوا مشحونين شحنة زيادة, انت خسران وبتلعب نهائي وفي ملعبك وسط جمهورك وبرضه عامل حساب انك بتلعب فرقه كبيره عندها خبرات طبعا, فريق عنده خبرات يعني وعنده فرقه كبيره دلوقتي. واحسن فرقه في افريقيا ويعني وبطولات الدنيا كلها عند النادي الاهلي, فمش معقول انك مش هتبقى عامل حساب, لا هتبقى خايف, لكن اندفاعك هيغلطك. بس متوقع كمان حسب كلامك كابتن ياسر حضرتك بتقول انك متوقع ان الاهلي ان الترجي يبقى حتى حريص, يعني يبقى اندفاعه الهجومي
حذر شويه لانه عارف النادي الاهلي قدراته عاليه ومش هيقدر يفتح الملعب بشكل كامل. مفيش شك ان هو لازم يبقى حريص لكن مش هيغامر بدرجه كبيره قوي قدام الاهلي. ما هو هيغامر ليه؟ هيغامر لان الحماس زياده والشحنات اللي هي شغاله بقالها فتره دي هتخلي اللعيب نازل يعني في مستعجل التعادل يعني مستعجل فدي في دي دي في صالح النادي الاهلي في دي ان انت ممكن في اللحظه دي تقدر تخطف الترجي هناك وتصعب الامور وتنهي المباراه بدري بدري يعني. طيب لو بتقدم نصيحتك للاعبين في منهم اصحاب خبرات وفي منهم للمره الاولى بيلعبوا نهائي بطوله بحجم دوري الابطال الافريقي، ايه حسب ذكرياتك يا كابتن ياسر مفاتيح الفوز في المباريات اللي زي دي؟ ايه الحاجات اللي كنت دايما لما بتلتزموا بيها كنجوم في الفريق سواء بتكليف من الجهاز الفني او باجتهاد منكم كمجموعه لعيبه اصحاب خبرات كانت بتكسبكم مباريات صعبه زي دي؟ يمكن انا سمعت زميلك بيقول ان في اعداد فرديه وجماعيه يمكن دي من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها برضو، دي الخبرات. ما انا حسام عاشور لما يقعد مع هاني ومع سعد ما هو بيقول له عنده حصيله من المواقف بيحكي له مر بيه بيحكي له على ضوء المباراه اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل، ايه اللي هنعمل، ايه هنبقى ازاي، هنبقى شكلنا عامل ايه. اعتقد ان نسيان المباراه الاولى ده اول عامل. تاني حاجه الهدوء داخل الملعب مش الاسترخاء، الهدوء. التفكير دايما في المكسب، حاجه ايجابيه دايما انك بتلعب على المكسب. الرجوله والاجتهاد والتركيز والالتزام بالتكتيك بتاع المدير الفني دول اهم عوامل تقدر تشتغل بيهم على المباراه النهائيه عشان تقدر تعدي المباراه بسهوله. طيب والنصايح اللي ممكن توجهها للاعبين لمواقف مريتوا بيها وتعلمتوا منها انه حاجات لو حصلت في المباراه دي من لاعبي الاهلي بتبقى النتيجه عكس ما نرجو يعني. لو 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 هو جرك للعصبيه او بدا ينرفز وده هتحصل ازاي احنا بقى نتفاداها، هي دي خبرات الناس الكبيره والجهاز الفني اللي موجود قبل المباراه زي ما احنا شفنا كده ان في الاعداد دي. اهم حاجه ما تخليش اللاعب اللي قدامك عايز لعيبه الاهلي ما ندخلش في حوارات مع الحكم ولا مع اللعيبه ولا نقاش مش حوارات جانبيه في المباراه خالص. يا استاذ محمد الموضوع باين يعني بعد القرارات اللي اتخذت دي الموضوع باين ان في سنه ميلان للترجي من الاتحاد الافريقي او مش عايزين يعني برضو يعني نوعا ما محاوله ترضيته يعني بشكل او اخر يعني. احنا دي رياضه في الاول والاخر وبعدين دي للتعارف ويحصل بطولات بعد كده بس هي في الاول تعارف. احنا بنتعارف لنا اصدقاء في تونس ولنا اصدقاء في الجزائر والمغرب لنا اصدقاء في كل حته لحد وتاريخ تعامل الناديين مع بعض لاعبين وجماهير وبعدين ده مش نهايه يعني. مش نهايه كره القدم بين تونس ومصر لا ده لسه في اجيال يعني واجيال واجيال يبقوا عندهم حذر شديد جدا من ارتكاب اي اخطاء في اي اخطاء دي. اخطاء بره الكوره يعني بره الاداء الفني يعني ما تخشش في حوارات شد وجذب وكلام ما تفقدش اعصابك في اي موقف بالظبط ما تخليش يشتت تفكيرك جوه الملعب لا انت خليك مركز في حاجه واحده ان انت عشان لو وجد بشكل او اخر اي تحفظ ضدك محدش يقدر يستفز بالظبط كده ما تخليش حكم يستفزك ما تخليش جمهور يستفزك ما تخليش لعيب جنبك يستفزك لا كل الحاجات دي لازم خليك لعيب محترف بالظبط 100% يعني في المباراه دي اشتغل بالصفاره الحكم امتى اقف وامتى امشي كله بالصفاره اقفل ودانك تركيزك مع المدير الفني والتعليمات اللي بتاخدها من بره التزامك بالتكتيك او الخطه اللي معموله ده هيبقى سر النجاح ان شاء الله النادي الاهلي. هل القياس بين الفرق في المغرب العربي او شمال افريقيا هم شبه بعض في طريقه الاداء ولا في طابع للفرق التونسيه مختلف عن ذكرياتك مع المواجهات مع فرق الجزائر مختلف عن الفرق المغربيه لا. ولا في مدرسه مشتركه بينهم في الاداء؟ لا هو في مدرسه مشتركه لكن يمكن التوانسه اهداهم لكن الجزائر والمغرب يمكن بيبقى الموضوع اصعب شويه في عصبيه اكتر من ناحيه بعض الاراء كانت بتقول ان امهر المدارس دي في الكوره اللي بتواجهنا دايما او بتواجه فرقنا كانت المغرب ان احرف لعيبه دايما بيواجهوا الاهلي يعني او حتى تونس كنا بنقابلها على صعيد المنتخب يعني كنا قليل لما بنخسر يعني تعادل يا بنكسب لكن حتى فرق المغربيه تلاقي الدريبلينج والمهاره عند عدد من لاعبيها اعلى لكن لكن تونس ايه ميزتهم عن باقي الفرق اللي بتواجهها؟ لا تونس يمكن هم برضو من النوع اللي هو بيحب يلعب كوره ومش عصبي بالدرجه اللي هي برضو تخليه يفقد تركيزه 100% يعني اعتقد ان الموضوع هيبقى وهم كمان اهدى يعني الفرقه التونسيه في المواجهات ده اللي انا اقصده يعني اهدى شويه في الالتحامات من الفرق الجزائريه بالظبط التانيين يبقى اللعب شويه التاني ممكن يضربك من غير كوره ممكن يشتمك ممكن يعمل حاجات في حاجات كتير بتوتر يعني بتوتر اللاعب كمان داخل لكن بيقال ان دايما مواجهاتنا مع الفرقه التونسيه مواجهات جميله كره قدم يعني حتى لو فيها ممكن احتكاك او موقف او اثنين في الملعب موضوع الشحن اللي حصل اليومين دول واحنا يعني للاسف
بعض الناس عندنا هي ساقط وراء يعني استجابت. الموضوع في الاول والاخر مباراه ونهاء افريقيا زي 100,000 يعني متعه كره قدم بالظبط. احنا عايزين نستمتع وهم اكيد عايزين يستمتعوا بجمهورهم وكل واحد عنده حق مشروع ان هو عايز يكسب بس بالاسلوب الصحيح والطبيعي مش بحاجه تانية يعني. لكن توقعك انه في الغالب انه في تركيز حتى من المسؤولين في الاشقاء في تونس ان الدنيا تخرج بشكل كويس والمباراه تمشي بشكل اكيد مليق بالاهلي وبالترجي كمان وجماهير وملعب ما فيش شك. اكبر دليل ان احنا شايفين البعثه الحمد لله كل حاجه تمام متامنه كويس مرتاحين فندق محترم ملعب كويس بيعملوا التمرين بتاعهم فيه. اكيد الناس دي الموضوع كبير مش موضوع اتنين بيخشوا يتشاتوا مع بعض على التليفون او على الفيس ده يشتم ده يحمس ده ويعمل ده. لا الموضوع اكبر من كده دولتين يعني وبعدين دي تاريخ كبير وسجل بطولات وحاجه ذكريات بتستمر وتبقى ما ينفعش تنتهي في مباراة كرة القدم يعني. اكيد. طيب كلمه اخيره في ختام الحوار ده كابتن ياسر لو بتفكر توجه رساله توجهها لمين اذا كنت عايز تقول حاجه للجماهير المصريه او التونسيه او حاجه يعني اي رساله حابب توجهها لنجوم فريق الاهلي او للجهاز الفني تقول ايه؟ اولا هو مباراه كره القدم المفروض والطبيعي ان هي ما تخرجش عن مباراه كره القدم. شجع فرقتك اتمنى لها الفوز لكن ما تخرجش بره اطار ال ان هو كره قدم يعني احنا ما تحملوش الامور اكتر يعني الموضوع ما تعملوهاش كده بالظبط يعني تبقاش ازمه. بالنسبه لجهازنا ولاعبتنا انا واثق 100% ان هم هيقولوا حاجات كتيره جدا احنا ممكن ما نعرفش نقولها لان هم اضرب بظروفهم هناك. لكن اتمنى لهم التوفيق الهدوء التركيز ما تطلعش بره التركيز خليك مركز في البطوله 9-9 تسع بطولة أنا يعني والله أعلم يعني أتمنى أنا متوقع أن إن شاء الله نلعب مباراة أفضل من اللي قبلها أنا يعني. أنا شايف كده أن إحنا هنكون أفضل هناك بإذن الله لأن هم هنا كانوا متحفزين شوية كان الضغط كمان على الفريقين في البداية يعني دلوقتي ضغط أكثر وكان في حرص شديد منهم في بداية المباراة قبل ما نحط الهدف الأولاني. هناك هيبقى في مساحات وهنقدر ان شاء الله اللعيبه بتاعتنا قادره لان اللعيبه بتاعتنا امكانياتها اعلى من اللعيبه بتاعتهم فانا واثق ان احنا ان شاء الله هنعديه بسهوله. ده غير ان كان في تكافؤ فرص فنيا وبالارقام في المباراه الاولى الفريقين بيبداوا من نقطه الصفر في اللقاء بالزبط. دلوقتي بالحسابات وبالارقام الاهلي بادئ وهو متفوق بهدفين والاهلي فريق عنده خبرات فيقدر يعني يخلي ده لصالحه بالظبط. هو كمان خايف يخش في جول يعني هو لو دخل في جول خلاص الموضوع انتهى. فاعتقد ان الموضوع ان شاء الله يعني بالنسبه لي انا واثق ان شاء انا مستسهل المباراه يعني لا مش لا انا كشخص يعني من خبراتك كلاعب خبرات ان الماتش ان شاء الله هيكون سهل بالنسبه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي وان شاء الله يعدي بشكل محترم يليق بالدولتين مش بالنادي الاهلي بس. اتمنى لهم التوفيق طبعا ويفرحونا واحنا كل 6 سنين هي البطوله بتاعتنا يعني. متفائل ان شاء الله ان احنا هنرجع تاني بالنسبه لك بتمثل حاجه كبيره كابتن ياسر المشاركه في كاس العالم للانديه ظهور الاهلي عالميا طبعا طبعا. يمكن احنا لما سافرنا المانيا في 96 الناس ما تعرفش حاجه كتير عن مصر غير الاهرامات والفراعنه لكن ما يعرفوش ان في فرق كبيره في مصر زي النادي الاهلي نادي الزمالك نادي الاسماعيلي في انديه كبيره. لكن انت لما بتوصل كاس عالم انديه وتلعب قدام برشلونه ريال مدريد خلاص بتتكلم عنك وسائل اعلام عالمية ما بقيت عالمي ما بقيتش بس محلي او افريقي لا الموضوع بيختلف تسويق مش بس للنادي الاهلي لا تسويق لمصر للرياضه المصريه كلها ومصر فده بيعم عشان كده احنا بنقول ايه يا جماعه النادي الاهلي بيمثل مصر وبتشوف حالية. ان الاهلي بخبراته وبالجهد المبذول من ادارته دايما وحجم جماهيريته ورصيده من البطولات يستحق المكانه دي انه يشارك ويكون موجود في الصوره يعني على مستوى الدولي والعالمي. انا احترفت وجيت لقيت احتراف في النادي الاهلي بره النادي الاهلي لانك بعد احترف. تجربه هانز راس رجعت للاهلي ما شفتش احتراف تاني في مصر غير في النادي الاهلي. كل واحد عارف هو بيعمل ايه كل واحد عارف مسؤولياته ايه مفيش حد بيخش في تخصصات التاني في نظام في سيستم عشان كده النادي الاهلي فارق عن الانديه كلها. طبعا احنا بنسعد بوجودك معانا يا كابتن ياسر ودايما موفق في رؤيتك وتحليلك للقاءات وان شاء الله تكون الامور بالشكل المتوقع واللي فيه طبعا رؤيه ايجابيه وتفاؤل كبير واسعدتنا جدا بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك وانا بشكرك يا استاذ محمد. شكرا. بشكر ضيفي العزيز نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا واحد النجوم اصحاب الخبرات والتجارب الاحترافيه الناجحه من خلال تواجده في الدوري الالماني في فتره سابقه الكابتن ياسر رضوان
بشكر حضراتكم على المتابعة نهاية هذا الحوار، ولكن فقراتنا مستمرة من خلال الأهلي الليلة. ابقوا معنا بعد قليل، بنشرف باستضافة شخصية أنا بعتز بها جدا وأعلم جيدا من خلال لقاءات سابقة مع هذه الشخصية المتميزة حجم إسهاماته في هذا النشاط على المستوى الدولي، نشاط الأولمبياد الخاص، وأصبح من أصحاب البصمات المؤثرة جدا في هذا القطاع على مستوى العالم. هيكون مع زميلي العزيز محمد سعيد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي. فاصل ونعود.